طبعا استجابة الدعوة فضل كبير. وأحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. فأحد أسباب استجابة الدعوة طيب المطعم، فبطيب المطعم تطيب الجوارح وتطيب القلوب ويطيب الحال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطب مطعمنا ويجعلنا ممن طاب مطعمهم يا رب. طبعا طيب المطعم يعني الأكل الحلال يعني. ومولانا أبو حامد الغزالي أفرد كتابا اسمه كتاب الحلال والحرام عشان يبين فيه كيف كسب الحلال وكيف يأكل الإنسان من حلال، ومعايير الحلال طبعا دقيقة ولكنها سهلة ويسيرة على من يسره الله يسرها الله عليه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يسر لنا طعام الحلال يا رب. أما عن سيدنا سعد فكان مستجاب الدعاء كما ذكر ذلك صاحب الحلية وغيره، يعني أبو الفرج الجوزي في صفة الصفوة يقول: أحشرة المبشرين أو المشهود لهم بالجنة. من سيدنا سعد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كان مجاب الدعوة، ما دعا بشيء إلا استجيب له، يعني كان لا يدعو بشيء إلا يستجاب له. وليه؟ هنرجع نلاقي سيدنا النبي دعاله بهذا في رواية عن قيس بن أبي حازم قال عن سعد قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. ده صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك. الحاكم المستدرك معناها صحيح، اسمه صحيح المستدرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بحاجتين، قال له: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. هنشوف أثر ذلك في سعد. إذن دعا له سيدنا صلى الله عليه وسلم. أيوة.